شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. هسه راجع من الشغل، قلت خلي نبلش شويه منا لين نراويكم الدجاجات. هاي البزونه ماكو وضع يا شباب. هاي طبعا جتي من برا، طبت يمنا بالحديقه. احنا البزازين تتجمع يمنا عادي، فالمهم طبت والله. احنا وكلناها مره مرتين شباب، وصلت مرحله اذا افتح باب الشارع برا ما تطلع الا مكلبه يمنا. نوبة حلوة يعني، مو صور مو عادية. وهاي دجاجة الكوجي، نشوف شوف حتى لعبة نسوية. هي هاي التربية صحيحة، شوفوا هاي الكوجي ما بيضة ولا بيضة، الظهر يعني قاطعة بيض او شوف كبيرة احتمال. انا ما جبتها على مود البيض، انا جبتها ونسل هذا خطية، ظل بوحدة فترة فجبت له هاي. بس شباب ما شاء الله شايلة جمال، بحيث من جبتها هاي قالوا يابا بيع ذني كلهن، بيع هذا الديج وبيع ذني هاي وخوات هذيك الثنين، بقى ما يبينن ويا الحاي. تع 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 تعال شوفوا، قال بيعوهن ذني كلهن وجيبونا بعد من هذا الالوان هيك، هذا اللي يسمونه كوشن يمكن ما اعرف. هاي شوف ما شاء الله شباب، خبل كلش حلوه، كلش حلوه. هاي الدجاجه وهذا مالتنا القديم، وذني وينهن؟ ذني اللي نقرو قالوا اسمهن والله ما ادري. ذني ثلاثة تني افترن، هذا واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، ما اعرف ديوتش دجاجات والله ما ادري. بس من النوع اللي شوية اليفات، بس يعني حلوات حلوات، كعكولات اللي كبر. هاي اول ما جبت لي سوالة فعاليات، ابو فعاليات اول ما جبتها اليوم. حبيت شوي نبدي المقطع من هنا ونصعد على الطيور. يلا لايكاتكم شباب، ترتيباتكم، خلينا نصعد. ها شباب عيني رجعنا، ردت افتح الزبيريات بس الجو بهواء، وهي شويه الزبيريات يعني حركه مو مثل ذن الرومانيات. الرومانيات شويه هادئات، لكن اشكالهم خفيف كلش ويقمزن يقمزن يعني يخوف، ان شغلته تخوف. وهذا اللي راح وجه ما شكلته اصلا. فخلي نفتح الرومانيات شويه تونس علينا. الوجبه الجديده هاي اللي جبتها شباب، طبعا غلطت اني شكلتها وفتحتها، كان المفروض انا مرات استعجل، كان المفروض اعوفها مفتوحه يعني اعوفها بالبرج مفتوح اشكالها حتى تلزم حلال وتستقر، وراها اعود يعني من تلزم حلال وتكمل نشكلها. نبي صاعدات، شوفوا سرني لازمات حلال، شوفوا هاي ثلاثة فوق تقروا عاد لازم لحل. بس يعني كان افضل، لان هسه جيت من جيت دابا ابغى اطير، خصوصا بهذا البرج يعني بالقاع هواي طيور. هاي شنو شباب؟ نوبة يعرجي. هاي شنو هاي؟ نزلت وصعدت، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الجمال. يلا ادري ايش عندي هنا، والله عجيبه هاي السالفه، والله عجيبه شباب. بس هذا من ياسنك يعني، هذا همين والله ما ادري. يعني ما ايش اقول لكم، هاي شنو مثلا اذا لزمت انا اقول لكم صيد اليوم شنو شباب. تعال اكل، تعال اكل، وشويه يعرج مبين، اكل تعال لا تصير نشر، اكل وكمل وروح. الله وياك اليوم شباب، يعني تعتبر الفتحه الخامسه سادسه سابعه والله ما ادري. طبعا شباب اذا الله راد يعني باكر او عقب رمضان، فان شاء الله يعني رمضان كريم على الجميع. ان شاء الله يعني موفقيه للجميع يا رب، ان شاء الله شهر كله خير وبركه على الناس وعلى امه محمد وال محمد. ما ذكرت بدايه المقطع، بس نانا حبينا نعايدكم هذا الشهر الفضيل.
يعني هسه شويه انتم جماعه الصيد هذا الشهر مو صيد طير بيرقم متغلسه وانت صايم، يعني هاي كل شيء يسوي بس اسوي هاي الفراره، يعني هاي حتى هذا الملاكن على كتفك تحيره، يعني هسه شي يسجل لك على صيامك يطلع شي يسجل لك هاي الفتره شويه هلا هلا بالعالم. انا اتمنى طبعا انا دائما شباب من منطلق هاي القناه احاول شويه اثقف هاي الهوايه انه يرجع حق العالم للعالم، طير مو مالتك انطير راعيك اذا ماكو اتفاق مسبق، تمام؟ اذا ماكو اتفاق مسبق او الشخص انت تحسه هذا مو تمام، يعني مثلا هذا تدري بيه انت يكمش بالطيور ويغلسها مالتك، فقول له عمي قول له يا بعد هاي خلينا اصدقاء وعوف لا تجيني ولا اجي، خلي اتفاق دائما ويا العالم. واذا طير مو مال منطقتك، طير غريب، طير بيه رقم تليفون، كمشه وخابر على راعيه ورجعه. هاي بعد كم يوم اكو عالم تسحر وتكمل وما تنام تصعد للطيور، اكيد انت بتصعد للطيور راح الصيد راح الامور هاي، فانتبه على هاي السالفه لا تضيع صيامك على مود 5000 دينار، تمام؟ المهم شباب شوفوا شباب احلى لون بالرمانيات، هسه الكل تقول مثلا هذا طماطه مثلا ذاك ذاك، انا اوافقك الراي، انا بالنسبه الي احلى لون بالرمانيات واللي احب اربيه صراحه هذا الطير، شوفوا هذا عندي احلى لون بالرمانيات، او شويه اطوخ يكون صدره شلون هذا المكعكل، وين المكعكل هذا عبر بذيله كل ازرق، هذا هاي الالوان الحلوه هيك، انا احب هذا اللون صراحه. اكو عالم تقول لك هذا مثلا هسه هذا الفحل، هاي الطيره الطماطه، اكو عالم ترغبهن، لا اني احب هذا الشكل. طبعا اليوم انتبهت على شغله، اول طيره تبيض او اول طيره القفها بيضت هي الشمعيه، شوفوا الشباب هستوها بيضت الشمعيه اول بيضه، هاي برا الحلقه البيضه شوي بس شوف العالم، هاي البيضه بينت، هاي البيضه هاي اول طيره بيضت، بعد ما اعرف اذا كان اكو غير طيره بيضت او ما بيضت، هاي اخوتها الشمعيه الثانيه، هاي اخوتها الشمعيه الثانيه شوفوها، انا لاني بيهن زوج شمعيات، زوج شمعيات بيهن، ليش ما تطلعن؟ هاي بيضة بالقاع، هاي قديم البيضة يعني ما لنا علاقة بيها، هذا فحل كلش حلو ما يرد يطلع، هذا اللون اللي اقول لكم عليه شباب شوفوا هذا اللون، لان طبعا طيرة وفحل سهلت عليهم، هو الفحل لازم مكان والطيرة لازمة مكان، فانتم بقيتن سوية، هذا هنا أنا. هذا انت بعدك هسه ما ارضى طيرك والله همين مالي خلقك، خليك عيني خلينا نصعدهن شوي عند الشر، انتبه اللي فوق راح لك، اهم شغله هاي البارحه فاتحين بث على التيك توك، شباب اللي ما ضايفنا على التيك توك بس يكتب امجد الماجد ويضيفنا على التيك توك، كل يوم تقريبا بالاربعة هيجي بالخمسة نفتح بث، يعني نطلع شوف يا طيور حتى نكون يعني متواصلين على الصفحتين على التيك توك وعلى وعلى القناة، فالبارحة فاتح بث بالتيك توك ما اعرف اني تعرفون من افتح بث، يعني عيني هنا أنا مثلا دا اسولف هيك ما ادري رفعت راسي فوق هاي لقيت لك يعني جماعة البث شافوه فحل حبري هيك واقف فوق البيت، ما اعرف ظل واقف ظل واقف ذبيته كل الطيور ينزلن يصعدن، والله عبالك نيكولا هيك واقف كان تيجي حمر تضربه كان يروح ويا الحمر، ما ادري ما قلتي مو مالتي ظليت شاك بالموضوع، ما اعرف ما ادري طيري ما ادري مو طيري، والله ظل عاد راح 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 لهذا الحكي بالاربعه يمكن هيك، والله شباب الخمسه ونص هيك اجى بالسماء وفوق البيت عالي بس ما حط يعني وراه اختفى، وما ادري هل من هاي الطيور ضاع والله ما اعرف، يعني هن كان اكو فحل واحد حبري اشكاله خفيف هذا المقلوب هياته هذا شوفوا، بس هذا كان اشكاله انه يقدر يطير، هذا طار عبالك اصلا ما مشكول، يعني لو من مالاتنا واقع دمبوسه وتوكل، يعني لو يعني بعد ما اعرف والله شباب،
ما متأكد 100% مالتي أو مو مالتي ما أعرف. طبعا هاي رختة سودة، أكو ولد بالتعليقات دائما يذكر أمجد جيبنا خوذة سودة، جيبنا لك رختة سودة واحدة إن شاء الله تتونس الدلع. هاي باسمك. عمي إذا ضاعت بعد مالك حق. هاي مسكين. إذا بقيتي هاي نصيبك عم الطيرة. حكي عدل. تجمع حلو، الوان حلوه، اشوف عالم متونسه بالقناه صراحه هاي الفتره شباب. ليش؟ لان احنا تفكيرنا بعيد، يعني مو بس هاي هالايام، هاي الطيور مستقبل السطح، هاي الموسم الجاي نتونس عليها، هاي الموسم الجاي نبدي مثلا هي تنهزم، ما يحتاج نفك هالموسم الجاي، هي تروح طيور اول فرد لها او اول مره شيل حلتها، لا هي تروح ولا تقلبها انت، ولا هي تروح وتجي، فنتونس عليها الموسم الجاي. اضافة الى انه احنا راضين الشباب، بقينا 23 او 24 زبيري نمبر 1 نمبر 1 ما شاء الله، اللي بقيتهن حلوات واللي اخذن الولد حلوات، بذني اللي بقيتهن من الوجبة الاولى، لان انا الشباب صار 3 وجبات زبيريات اشتريت. حتقولي شلون 3 وجبات؟ الوجبة الاولى اللي جبناها للعاشرة من ضمنهم طيرتين بحمر، فحل طيرة بصفر، والبقية كم فحل البسود، والوجبة الثانية اللي جبناها السود، والوجبة الثالثة اللي جبتها البيها الرصاصي والبزارق، لأن القليلات تمام. فيعني حدود اللي أخذها كلها حلوة والله شباب، عدا كم فحل شوية حايلات بالعمر شوية كبار، بس كلها حلوه ما شاء الله، فشي كلش راقي، واللي بقى يمنهم كلهم حلوات وراقيات. الموسم الجاي كلش قوي راح يكون، باع الكومات شباب، هاي هم كومه جديده، واي عالم دا تطير يمنا طيب. شوف هاي كومه خوف، هاي يمكن هاي صار يومين دا اشوفها، ما ادري عالم، شوف خلال يومين اطير لك كومه، هاي مفروضه حتى تطير جنحين. شوفوا هاي اللي بيها مصبوغات اخضر، مو ديك المصبوغه احمر، والله حتى هاي يمكن مو نفس هم المصبوغه أخضر. هاي غيرها عنا، غيرهم جديدة، يعني كومات موسم الجاي كلش قوية. داير ما داير نصارى هواجة مع التور، هاي الكومات البعيدة هاي كلها نشاق وياها، فلازم نحضر وجبة صحيحة. هذا الرصاص زاوج، هذا اللقم زاوج، ديد كافزن، فلازم الموسم الجاي يعني احنا عندنا عدد اول شيء، وان شاء الله ذني عدد بعد ما كملين شباب، هاي الا اذا احد وازانه مثلا دزلنا هيك طماطيات عود، يعني اذا توازينا نجيب، ما توازينا ما نجيب. الزبير ديلوب على هاي الطيره، هذا المخلف هسه ودي فاري، هذا يصير جلد فرخ شباب، اللي يشتري هيك طيور هيك عمر ويوقف يمه يعتبر جلد فرخ، هذا حتى لو ما انت جايبه فرخ، لان هذا شاد، هذا كله هسه 5 ترياش. هذا هاي الجولدن، طبعا الثوله عايفه البيض مالتها ما شاء الله، شوف الجمال شباب، طيره شو الحال، عارف البيض مالتها، وهسه عاد رجعت بيض مرت الاخ. ما شاء الله شباب، هذا احلى لون بالرمانيات، هذا اللي اقول لكم عليه، هذا لون حني حلو، وجناح شويه متقوق، وذيل مشطبه وازرق، اذا ازرق بعد احلى، هذا من يطير يصير يخبل، ننزله ليسوي لنا فعاليه. حلو حلو تتحكم بالطير بالجوع. شوفوا شباب، شوفوا الجنح شلون، والله شباب هاي جت ايام، هذا اللون وهيك الكعكوله، ولاي ب 300 و 400 الزوج والتيك، وملايين وصلا هيك طيور، سبحان الله صار الزوج ب 20. شباب نزلوا له هذا زمن فوق لازمي، ما ادري هو هذا مال البارحه والله ما اعرف، خلنا نصور صوره زينه، وهذا مال البارحة والله ما ادري شنو، ايش بيه الكلام، خلينا نذبح مؤقتا هنا أنا. تمام، هنا نذبح مؤقتا، طبعا هاي على اساس احولها، هاي الطيرة الجلدة مالتنا، هاي الطيرة فوق الجلدة اللي هذا فينها، قلت يكمل انه احولهن، هذا فحل رجعت بيضت جوا، خليها تبيض يعني بقي، وهذا البرج فرغ ما عندنا بشي، احنا بضلن
بس زوج بذاك البرج، البقية زواج لأخويا محولهن. الأراف البقى الأربع أزواج، راح أبقي لي زوج زوجين وزوجين أبيعهن. خاف أحد يريد نطلع هي. طبعا شباب ذني كنا الطابق نسويه طير اوف احد، تمام. هذا الروماني ابو عيون البيض، الجلد مالتنا رامبوري، وهاي الطيره بقت من وجبه من الوجبات، شفتي تمرس. فالرامبوري راح ارجع شمره هنا اخليه يولي منزقه، مالي خلق. تعال ثواني بالله شباب. وهاي الطيره راح اطبقها وين اني على الاقل هي هم نفس اللون، هم حلوه تخبل مثلهن. شوفوها طماطاية شكلتها ستريش، الطماطاية هاي شوفوها وترعش. اي اي شي هاي. يلا شوفوا الجمال شباب، شاهد عزيزي المشاهد. والله شكلتها ستريش، بس هذا القمزة ذكرني بموضوع واحد من الولد يقول يا مجد انت شلون تشكل ستريش وهيك طيرك يقمز، واحنا نشكل ستة طيرنا ما يصعد ستارة. تعتمد على قوة الطير وعلى نوع الاشكال، اذا تنزل بالريشة من جوا وتشكل طير ما يطير، اذا شوية صعد لي فوق يقوم يصعد وينزل، انا ما يخدمني طير ما يقمز، انا اريد هيك يقمز خلي اتحمل خطورته يوم يومين بس يأمن ما عليه شيء، بس المهم يصعد وينزل للحلال براحته، ما اريد يتكون بالقاع، شو يسوي متكونات بالقاع؟ لا يزوجن لا هاي. شوفوا شلون طير هي. ما شاء الله ما شاء الله، يا عيني تعيد تروح. اي اي يا الله. اي خلنا نساعدك ساعد طير يا بس سوينا احنا اخوه ان شاء الله يعني. اي وقعت وقعت يا اخي، شوف قد وقعت كل شيء. شفتوا شباب شلون طايره حلوه، وانت شو وقت تطير تروح لهلك. كلش حلوه شباب هاي الطيره، قلت انا شكو طابقه على هذا الفحل، هو احتمال على غفله بالخانات وبالان عرضتني لكم، فعلى شنو بعد خلي تشيلي له فحل من ذني الفحله وخلاص راحت. جزء عندنا نقص فحله لانه ما حاسب، وبعدين تبين شباب نقص فحله وطواير بعدين تبين. بس خلي تنزل اريد اصوركم الزبيريات داخل البرج، شوفون الجمال شباب شلون طيور يصير داخل البرج الا تخبل، كلش حلوه يعني كلش كلش حلوه داخل البرج. هسه من اصور لكم اياها. اي شباب خلي شويه نحافظ اني همي ما فاتح احنا من الصبح ليش. فوق فوق عشية عشية. شو كل يوم يزيد لنا واحد، هسه صفينا 23 اخر شيء. شو هسه شكل مال اكثر على بالك؟ اثنين فوق اربعة ستة ثمانية، هذا شنو بيجي زايد واحد. يلا صعد فنسن فنسن ونسن. شوفوا الجمال شباب يخبلن. اثنين اربعة ستة هذا أرقى طير انصاب والله العظيم، والله حرامات. اصعد لي فوق اصعد لي فوق اصعد لي فوق اصعد لي فوق. هذا اللي راح واجى طبعا بعد لحد هسه ما موتش الدرس طلع انتن. ما اعرف ارقى طير بالطيور انصاب، ايش اكون صابين؟ لا هو مثلا بنص الطيور وهوس، لا انت مثلا يعني عبارة هاي المرحلة مال مرض، شو وقع ما اعرف. والله شباب شنين 24 ذني، شو عبالة زايد على الطير. لا 23 لا
23 مضبوطات. هسه نحسب مرت الاخ، شو احسب الحساب 24، احسب مرت الاخ 23. اهم شيء انا هسه انت توقف انت صعد اللي فوق. شوف هذا طلع حمد راسه قبل، والله انا ما اريد افتح. شوف ما فر روحه، ما فر روحه، عدلو قبل يعني من البرج طلع عدل وين راح. يا رب الله شفتوا شباب مفتر داير مضرب، هذا ايش طلع راح كله قبل الاخير. ابي خلي يولي هذا شنو يا من يعني علينا. شو تسوي؟ ضياع واحد، ما حاسبين حسابي يضيع يعني. عاد هذا مو مالتي اللي انا لزمته قبل يوم يومين ورجعته، مستحيل مو مالتي اللي باتوا رجع، والله مستحيل مالتي. بس هو هذا فاشل هسه عم عاد ابوجه وراح يقول باكر اجي. طبعا نظل هيجي طبعا. هسه عندنا اثنين طارن، واحد حط فوق هذا أوه. واحد نطارن هاي حط، هاي ثاني حط، واحد ذاك حط فوق يم التانكي. اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة اثناعش 21 فوق 22 وفي جو 23. شنو هاي؟ هذا من يجي 24؟ والله راح اتخبر هسه ما فاتح على الطيراني. 3 4 5 6 7 8 9 10 فوق 20 21 22 23 يعني هذا مو مالتي كان ياه زيانه طير اصلا ما فاتح. هاي الا اذا اخوي لازم ادبه وياه يا اخي. كان مو كان احنا 23 وراح واحد ورجع بقينا 23 ان 22. الله دخلت انا بالمعامله مال الزبيريات. بس هذا مين اللي عدسه؟ مو باكم طار طلع بوجهه. عشرين على الفوق، 22 23 2 4 6 8 10 12 14 16 18 قاعد نشبه باب عيني. هن انا بقيت 23 راح واحد ظليت احسبهن لقيت 22 رجع الواحد رجعنا 23 هسه هن 23 وهسه ضاع واحد من يمين وبقينا 23. اذا هذا مين اجى؟ هذا مين اجى؟ مو هي هاي والله سطرنا سطر ذني. على العموم ما طول هي زبيريات بزبيريات. فهاي البصراويه اللي لزمناها قبل فتره ما طول راعيها ما طلع للامانه، خابروني عليها هواي كبيره تبيعتهم. لا والله منتظر راعيها وراعيها ما طلع. دق بدنا تقول الصوره سوله فنذبها وياهن. شكلتها شوية اشكال زايد وخلي نذبها وياهن. ما طول طيره هذا المسكي يجي يزوجها. وعندي هنا بعد وهذا برج الدعافيس شبي بعد بعد بي بعد بي شنو بعد بي بهذا ما ادري شنو هذا رخيت. هذا ما ادير انا حرب الله اوفو. هسه انطينا صيد والله واحد اخذه. وين كان عندي مسكي هنا هم صايده وبهين هذا هذا نزل وبعد مسكي. المسكي ما ادري وينه، ما ادري وينه المسكي والله. جوز اخويا من طيبه من ولد ويانا بالشغل راده هو عنده طيره مسكيه وصار له سنه بدون فحل. انا يا بداك هذا انا قال لي بعد ما ادري تلعب اوديه هي فوداه ما وداه ما اعرف. بس ما طول ما اركب هذا البرج يعني اكيد موديه.
الزبيري هذا هذا شنو هذا الزبيري شباب؟ شلون الحلاوه؟ يروح للمختار شلون؟ 2 4 6 10 مرات حسبتهن وارجع اعيدهن سوى سوله. باع شباب 2 4 6 8 9 10 12 تعادل 14 16 18 20 22 23 23 ما اعرف لك بيها راد يا خالق الجراد. صعد عمي العفو هاي الطياره الجديده ما ارد اطيرهن شباب حتى رجاكم لا تقولوا له طيرهن خلونا هيك انه ما تنطيرهن يضيع يعني. بس نصعدهن فوق 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 يلا بروح ابو جان يلا يلا فوق 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 هسه ما قلنا طير فوق هسه مو جوعانات انت يلا الدنيا ظلمه اصلا يعني مو مال الطيران هذا خوب ما يحب يحط على هاي قبل يصعد فوق هناك تيدي هذا بلكي الله يسر عليه ويطيب هاي شباب ان شاء الله بعد صعدتين نزلتين هسه عزلت تيادي بواحد حتى يبقى نذني بواحد بالاحلال بلكي الله يزوجن هاليومين بس يصفن كلهم طيره وفحال افتحن افتح اشكال المره واحده كلهم وطيرن مره واحده كلهم كل مرة واحدة اطيرهن، ليش وقت عندنا واحدة ما صاعدة؟ اي يا عافية، اسيدك يلا شباب عيني وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لايكات تعليقات، وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد، تحياتي لكم جميعا.